هل يتم هذا الوسيط والوسيط المساعدة في هيئة الوسيطة الطبية التي استحدثها السيد ولي الولاية السيد المواطن في سوق التمنات السيد رئيس الجمهورية كما أتقدم لكم بالعرض الآتي إنشاء حساب خاص بمتابعة فئات عريضته كل الإدارات والهيئات العمومية وصلنا لها من رقمنة وسائل الاتصال ورقمنة معالجة كل العرائض وكل انشغالات المواطن وأيضا رقمنة كل ما يربط المصالح ببعضها البعض. إذن في هذا المجال على مستوانا الخلايا تعمل بانتظام بالتنسيق مع السيد مندوب وسيط الجمهورية للإسراع في معالجة كل انشغالات المواطنين وهي كثيرة وكثيرة جدا. ربما أعطى أرقام، احنا في هذا الصدد منذ 2021 يعني فيما يخص العرائض استقبلنا ما يفوق 4480 عريضة، في 2023 لوحدها عندنا ما يفوق 1886 عريضة، حوالي 1408 التي تم معالجتها والبقية هي في طور المعالجة. أيضا في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية لتدليل العقبات للمواطن الكريم قمنا بفتح سجلات على مستوى كل الإدارات والمصالح العمومية، حيث هذه السجلات وفق تعليم السيد وزير الأول لكل الخانات التي يجب أن تكون في هذه السجلات مؤشرة من طرف السيد الوالي شخصيا. هذا المنبر وجه أولا نداء للسادة أو لساكنة الولاية أن يصبرون لأن الانشغالات كثيرة ونحن في مدخل هذا في مقر المندوبية لاحظنا طلبات فيما يخص السكنات، طلبات فيما يخص الشغل، حقيقة طلبات هي كثيرة والدولة لم تبخل على مواطنها. أعطيكم على سبيل المثال في بلدية الجلفة عندنا فيما يخص طلبات السكن الاجتماعي 27,000 طلب، فيما يخص التجزئات عندنا 56,000 طلب، وبالمقابل عدد السكنات هاي يعني تسجل والدولة لم تبخل، رأي تضخ في أموال كبيرة وكبيرة جدا. غرسنا بصيص من الأمل وغرسنا تلك الثقة التي كانت مفقودة بين المواطن ومؤسساته. المواطن رأوا في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية، أنا خدمة عمومية خالصين بدون مزية منا لكي نخدم المواطن، خالصين كمصلحة عمومية. نصم لا pour servir notre citoyen de la manière la plus efficace, la plus rationnelle et la plus efficiente. بلا مزيه من الجميع. إذن هذا الأمر راه إن شاء الله يتحسن